مساء الخير. اليوم وصفتنا عبارة عن أرز بالخضار والزرشك، مرة لذيذة وبرعاية أرز رشيد الدمام. حستخدم لوصفتي أرز العنبر. انتبهوا دائما للشعار الرشيد الدمام، دائرة وسطها خط أحمر. أي رز تاني أنا ما جربته، سواء يشبهه في الاسم أو يشبهه في الشكل، أنا ما جربته إلا جربته وتأكد منه الرشيد الدمام، سليمان محمد الرشيد وأبنائه، إنتاج الهند. ولوصفتنا اليوم حنحتاج لدجاج مقطع لأثمان، حبتين من الطماطم المعصورة، لبن زبادي خلطته بالشوكة مرة تمام، بصل مقطع لشرايح، معجون الطماطم، معجون الثوم والزنجبيل. طبعا تقدر تستخدمي الزنجبيل الطازج والثوم الطازج، لكن انا استخدمت الجاهز. للبهارات حنحتاج من البهارات المطحونة ملح، ليمون، اي ابزار كبسة عندك او ابزار مشكل، كركم، فلفل اسود، ملح، ومكعب مرقة دجاج او مرقة اعشاب. لخلطة الخضار والزرشك حنحتاج لفلفل رومي، انا اخترت فلفل رومي اخضر، تقدر تستخدم الفلفل الرومي الملون، جزر مقطع لعيدان، صفار زعفران، وزرشك. هذا هو الزرشك، شوفوه عبارة عن توت بري، نوع من أنواع التوت البري. كثير منكم يحسبوه هو نفس الرمان المجفف، حتى عند العطارين معروف بالرمان المجفف، لكن هو في الحقيقة عبارة عن نوع من أنواع التوت البري. وحنحتاج كمان لزبدة وزيت مع بعض. طبعا هنا عندي رز العنبر الممتاز من الرشيد الدمام، اخذت منه كوبين وغسلته، حنقعه لمدة 8 دقائق بس. هحتاج لبهارات صحيحة، ورق غار، قرفة، وقرنفل، وهيل، وشوية زبدة عشان لما اكمر الرز. طبعا حسلقه في موية وملح لمدة 5 دقائق بس، وحصفيه من موية السلق. للكشنة في قدر على النار أضفت الزيت، وأضيف بصل شرايح. بسم الله. بعد ما البصل صار لونه ذهبي حضيف معجون الثوم والزنجبيل. تقليبتين لأضيف البهارات العدلة، ومكعب مرقة الدجاج أو مرقة الأعشاب، أنا هحط مرقة أعشاب. بعد ما طلعت ريحة البهارات الجميلة حضيف الدجاج. بعد ما اتغير لون الدجاج حضيف عصير الطماطم. حضيف شوية من معجون الطماطم. بمقدار ملعقة. بعد ما تسبكت الكشنة حضيف اللبن اللي خلطته. دحين حغطي عليه وأخليه لمدة 20 دقيقة إلين يستوي الدجاج. ما حضيف موية، ما حضيف أي شيء، خلاص هو يكفي اللبن والموية اللي حتطلع من الدجاج كفاية. حبدأ أسلق الرز. طبعاً الرز نقعته لمدة 8 دقائق، حسلقه لمدة 5 دقائق مع البهارات العدلة، ورق غار، وقرفة، وقرنفل، وهيل.
حطيته بالموية المغلي، نقعته بس لمدة 8 دقائق. حضيف الملح، قطعوا على النار زيت وزبدة. بعد ما ساحت الزبدة تماما حضيف الجزر. هخليها على نار هادية لمدة 4 دقائق. أضيف شوية ملح، ما راح أكثر، بمقدار نص ملعقة صغيرة بس. بعد مرور 4 دقائق حضيف الفلفل الرومي. خلاص الجزر دبل وحضيف الفلفل الرومي، هقلبه واخليه على النار لمدة 3 دقائق مع الجزر. اذا حبيت تغطيه شوية عشان تذبل الخضار غطيه، اذا ما انت حابة تغطيه لا تغطيه. انا ما احب اغطيه عشان احب انه يكون فيها كده عضة زي الخضار الصيني، بالذات الفلفل الرومي. دحين حضيف الزرشك بمقدار 2 إلى 3 ملاعق، وحضيف كمان أصفار الزعفران. هذا صفار الزعفران، طبعا حكتب لكم كل المقادير آخر حالة. صفار الزعفران حيعطيها لون مرة حلو. دحين خلاص تقليبتين وأطفي عليه، يعني خلني نقول كده دقيقة وأطفي عليه. كده خلاص خليط الخضار صار جاهز. كده خلاص الإدام صار جاهز أو الكشمة صارت جاهزة. حشيل الرز اللي هناك، نص الكمية حخلطها مع الكشمة، والنص الثاني من باقي الرز حضيفه من دون تقليب. وكيف الكشمة تقيلة، ما هي ناشفة بس تقيلة. نص كمية رز العنبر أضيفه للكشنة، طبعا هو دحين مسلوق نصف استوى. أفضل رز عنبر على الإطلاق من الرشيد الدمام، ريحته عبت المطبخ. هذا قبل ما ينكمر وقبل ما يكون جاهز للغرف والأكل، خطير مرة. رشيد الدمام احنا تربينا عليه، أهلي ما كانوا يستخدموا غيره، ودحين ما شاء الله رجع للسوق وبقوة وبنفس الجمال وبنفس الروعة، سواء مز الرشيد الدمام أو العنبر. شوفوا كده بس تقليبة خفيفة عشان لا يتكسر الرز، ما يحتاج نقلب كتير. خلاص النص الثاني الباقي من الرز حضيفه بدون تقليب. دحين على الوش أضفت مكعبين زبدة، مكعبين صغيرة بس عشان النكهة والريحة تطلع تجنن. هغطي القدر وحكمر الرز لمدة 20 دقيقة، من 15 لـ20 دقيقة. بسم الله، يا عيني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الريحة تجنن، يا روعاتك يا الرشيد الدمام. باقي بس نغرف ونشوف الشكل النهائي.
ما شاء الله تبارك الله ياخذ العقل، حقيقي ياخذ العقل. الله عليك، الله الله يا رشيد الدمام، شوفوا كيف الرز العنبر ما شاء الله، الحبة كل حبة بحبتها، شايفين شايفين كيف نثري ما شاء الله تبارك الله. بعضكم سألوني لما عملت البرياني ولما عملت الأطباق اللي دايما أقول فيها حضيف جزء من الرز بدون تقليب وجزء أقلبه، يسألوني يقولوا ليش تقولي بدون تقليب؟ أقول بدون تقليب عشان يطلع كده لونين، لما تقلبيه حيطلع كله لون واحد، أنا أبغى اللون الأبيض هذا. أحياناً الأبيض ألونه بأورنج بصفار زعفران، فإذا تبغي الرز ملون لازم جزء مثلاً إذا قلبتيه مع الكشنة الجزء الثاني ما تقلبيه، يا تخليه أبيض زي اليوم يا تلوني، لك حرية الاختيار وحسب كمان نوع الطبخة فيعتمد. بس حكاية لما أقول بدون تقليب السبب إني أبغى الرز يكون ملون. الحين نضيف خلطة الخضار والزرشك اللذيذة، ما شاء الله تبارك الله، يا روعاتك يا رشيد الدمام، شايفين الجمال؟ شايفين؟ شوفوا 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 حبة الرز قد ايه طويلة، شوفوا ما شاء الله بمقدار أنملة، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، يا روعاتك يا رشيد الدمام، نفسي بس تشم الريحة، تجنن تجنن تاخذ العقل. من جد من جد إبداع الرشيد الدمام إبداع، سواء العنبر أو المزة، العنبر زي ما وريتكم يتميز بأنه طويل الحبة، خطير خطير خطير، رائع ما شاء الله.